إن الدين عند الله الإسلام. حضرة الشيخ، هذه الأيام تراسل الناس فتاوى مختلفة في حكم إدراك الصلاة، فما هو الحكم الشرعي في إدراك الصلاة؟ هل تدرك بالركعة الأخيرة أم إذا جاء مجموعة من الناس والإمام انتهى من الركعة الأخيرة وهو الآن في التشهد الأخير ينتظرون إلى أن يسلم، أم يدخلوا مع الإمام وهو في التشهد الأخير؟ الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بما تدرك به الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت له جمعته. وكذلك الصلاة غير الجمعة إنما تدرك بإدراك ركعة، فإن جاء بعد رفع الإمام الركوع أو المصلي بعد رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصلاة فقد فاتته الجماعة. ثم إن كان يعلم أن هنا أحد يبي يأتي ينتظر، وإذا سلم الإمام صلون جماعة، وإن كان ما ينتظر أحد ولا يعلم أحد يدخل مع الإمام فيما أدرك يحصل على الأجر، ولكن الجماعة فاتت. نعم. يعني ينتظرون الجماعة ويصلون بعد أن ينتهي أم لا يدخلون مباشرة؟ لا ينتظرون الجماعة إلى أن ينتهي ثم يقيمون جماعة. ولا يجوز لهم يقيمون أثناء؟ حرام، هذا ما يجوز. والصلاة ما انتهت إلى الآن. حرام، ما يجوز جماعتين في آن واحد في مسجد، ما يجوز هذا. نعم.